خير، والله شغل بالي عليه كثير. معقول يكون صاير معه شيء؟ لا لا، بركتهم كان هذا ابو ياسر مصيده من اللي مثله يوقع ابو شاكر فيها. الله يصلحك يا نمر على العمله، كان لازم يترك ابو ياسر محبوس عندي لبين ما يروح ابو شاكر يقضي مهمته ويرجع لعندي. ابن عمي، ابن عمي، خير في ريالو؟ مشان اللي خلقك اللي فضفض لي، بشو مشغول بالك؟ ما في شيء، هيك شغله بسيطه. بسيطه؟ بتصدقني اذا قلت لك انا من يوم تجوزنا لليوم وانا مالي حاسه انك الي. شلون هاي فريالو؟ يعني يا من تراك شارد ومهموم ومغموم ونسيان انه عندك مرة. يعني انا قلي ماني عاجبتك؟ لا يا فريال، لك انت مثل قمر 14، لك احلى من قمر 14 ووردة عمري كله. طيب مازال القمر عندك، ليش ما بتناقشه وبتلاغي وبتحكي له كلمة حلوة تصير القلب الخاطر لي؟ الله الله يا فريالو، ايش هالريحة الطيبة اللي حاططيها؟ يعني انت شميتها ابن عمي؟ مبلا شميتها، اشي بيمزع العقل وبيرد الروح. ليكك ما اشبك شي؟ عم بتشم ومالك مزكي؟ لكن ليش بتعاملني كأني غريبة؟ يا فريالو مو هيك القصة، بس بس شو؟ لا تكون متجوز قبل ما تجي على البلد وحانن للغوالي اللي تركتهم ببلاد الغربة. لك لا لك فريال، وين راح عليك انت؟ معقول؟ لك والله انا حاسس فيك وفهمان عليكي، وكل القصة اني انا عشت حياتي كلها تعذابي وهلأ اتجوزت، بقى بدك تطولي بالك علي لحتى اوزنها براسي وزبطها بمخي واتعافى من هالمرض. ايوه هلأ فهمت شو وجعك ابن عمي، مشان الله ما تأخذني، بس صدقني راح اوقف معك لحتى تتعافى من مرضك بإذن رب العالمين. لك الله يخلي لي اياك يا حنونه، تصدقي انه حنيتك عم تذكرني بحنيه امي الله يرحمها. شو جاب سيره المراحيم هلا ابن عمي؟ قوم تقبرني، قوم خلينا نحط راسنا وننام. ايه بننام، ليش لا؟ مين هالابن الحلال اللي جايينا بالليل؟ شو بيعرفني؟ قومي فوتي لجوا لشوف مين جاينا. حاضر. خير ابو مرزوق؟ شو في؟ لا تاخذني مهموم بيك، ابو كاسم رجع من ارض الوقف وطالب اجتماع فوري لكل عضوات الحاره. بهذا الوقت شو بدهم؟ شو بعرفني؟ يلا تفضل. يلا يلا شرف هالشيء. شو بدك تفهم يا ابو كامل؟ عما الكم ارض الوقف استولوا عليها الفرنساويه وعملوها سكنه عسكريه وحاطين فيها دبابات ومدافع وبواريد وعسكر. لك مانعين حدا يفوت عليها. لك شو هالحكي؟ معقولة؟ قديت لي مساحتها شيخنا؟ يا سيدي مساحتها اللهم صلي على النبي 50 دنم مزروعين زيتون. معقولة؟ معقولة يعملوا سكنة عسكرية بمساحة 50 دنم؟ والله مو معقولة. يا جماعة هالحركة الناقصة مقصودة، يعني الفرنساوية بدهم يضلوا قاصدين الحارة وقاصدين أهلها. أبزن يا أبو خاطر، هلا شلون بدهم الفرنساوي يعرفوا إنه هي الأرض اللي مساحتها 50 دنم أرض وقف لحارة الضبع؟ يا سيد مأمون، هاي الشغلة بسيطة، الأرض وقف للحارة ومسجلة بسجلات الطابو الزراعي، ومين ما كان بيقدر يتأكد ويتحقق من الشيء. شو الشغلة سايبة؟ علم الله بتقوم حرب كبيرة كرمال شبر أرض، شلون لك 50 دنم زيتون؟ مزبوط هالحكي، بتقوم القيامة مشان مترين أرض. هلا بدكم الصراحة ومن دون زعالي الحق عليكم، مو معقولة تاركينا ومهملينا لهالأرض وما بتروحوا عليها إلا وقت المواسم، ومثل ما بيقول المثل المال السائب بيعلم الناس السرقة، وهي نتيجتها، هي نتيجتها، الأرض راحت وصارت ذكرى. مزبوط أبو كامل معه حق، لحنا السبب. لا أخي مو نحن السبب، في حدا حاططنا براسه بده يسرقنا وينهبنا هيك على عينك يا تاجي. والله على عيني مصلي على حطنا براسه. فات على المضافة. لا ما بقلبه، ليش تأخر اليوم؟ شو بعرفني؟
لك انا مشغل اغبية معي انا. ليش مأمون بيك ليش؟ ما قلت لك لما بيرجع ابو شاكر بتخبرني فورا. يا ابو شاكر ما رجع. ما رجع؟ لا. هذا وضع مو طبيعي بنوب. مأمون بيك شو بدك؟ انا جاهز. ها اسمع لك، بتروح من هون للقهوة وبدي أدس لي وبتعرف لي مين هذا اللي اسمه أبو ياسر، شو بيشتغل، وين ساكن، وبترجع لعندي، فهمان؟ سمعوك. لازم نضل عم نطلع دوريات، لأنه الفرنساوي أكيد رح يرجع يلطينا مرة تانية. مظبوط، لازم نفري فري. لا تأكل هم. شبك عمي على حالتي؟ شبك مأمون؟ أم كأنك مالك نايم بالليل؟ إيه والله يا أبو العز، والله ما غمض لي جفن طوال الليل، مشغول بالي على العيال. طيب عمي روح على الحارة طمن عليهم وارجع. شلون بدي روح؟ هلأ بالنهار؟ إيه عمي إيه، النهار للي مثلنا أستر من الليل، ما حدا رح يشتلي عليك وأنت فايت على الحارة بالنهار. بعدين كل اللي بدك اياه انك تتلتم وهوب على حارة المسكين. ايه والله وانا هيك عم اقول. توكل على الله عمي، توكل على الله. ماشي. وانت يا ابو العز وجع على بالك تروح تشع على اهلها؟ انو مبلا جاي على بالي شق على الوالدة. ايه معناته بس لأرجع تتهون انت. الله يهون لك. سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو الورد ضل مستني مأمون بيك قدام المضافة لحتى إجا، بعدين قعدوا يحكوا عن أبو شاكر، واللي فهمناه إنه مأمون بيك مقروق كتير من أبو شاكر. وشو حكوا عن أبو شاكر؟ الظاهر إنه مأمون بيك باعت أبو شاكر بمهمة ولهلأ ما رجع. وأبو الورد ما طلع لبرات الحارة؟ لا معلمي ما طلع بنوم، وعم ينام ببيت عمته لأبو النار اللي اشترى مأمون بيك. بلوتا الله يستر عرضك، لا تأخذني والله فكرت عاد غريب داير ضهره. ولا يهمك ولا يهمك ابقى عود، الله محييك. بالعكس بسطني كثير انك شهم وابو ضاي ما بيهون عليك فوت غريب على الحاره الا تعرف من هو. الله يسلمك عمي ابو حاتم. الله يسلمك. شو بدي اقول لك ابقى عود؟ لا تحكي ولا كلمه، فهمت عليك؟ لا شفت شيء ولا بعرف شيء، انت ما عليك غير تثبت ان شاء الله سلامي. والله معك تيسر. وينكم يا بنات؟ يا يابي؟ محاكي؟ أمي؟ يا أمك؟ وين أمك؟ يا باطل يا باطل، كل هالشي عم يصير بالبيت بريابي وأنا مالي خبر. يابي والله أمي ما كانت بدها تروح على المستشفى بدل ما تاخذ شورك، والله ما كانت موافقة، نحن خليناها تروح غصب عنا مشان الله لا تزعل عزيزك. انت شو عم تحكي لك يا ابي؟ انا زعل من امك لانها راحت على المستشفى؟ ليش انا بريدها تتأذى لا سمح الله؟ لك هي رفيقة عمري، هي تاجر تاسي ست البيت. الله يدينكم فوق روسنا يا ابي. والله انا قلت لها انك ما رح تزعل اذا راحت تداوي حالها بالمستشفى. وصهرك حمزة راح معها على المستشفى؟ لكن يا ابي راح معها هو حميدي كمان. منيح معناته لأمور شوفها. لا يا بي، لا يا بي مشان الله لا، ما بيكفي مخاطر بحالك وجاي تطمن علينا كمان، بدك تخاطر بحالك وتروح على المستشفى. يا بي ما بيصير اتركها بالمستشفى وما روح اطمن عليها،
بصير. لا يا ابي من جان الله انا خايفه عليك. بعرف يا ابي بعرف، بس خلص اطمني باذن الله ما بصير شيء، بروح بشوفه بشي. لكن انا قايمه اجيب لك ملايه تلبسها وتروح على المستشفى. ملايه؟ انا البس ملايه لك يا ابي. مشان الله يا ابي بوس رجلك يا ابي، بوس رجلك وافق، بكفينا اللي فينا، ما بدنا نكون بشي ونصير بشي. دخيلك يا ابي خليني اجيب لك الملايه.